الكاريكاتوريست الكاريكاتوريست. هاي سيدي الكاريكاتور نتاعك. الكاريكاتور نتاعي اليوم هي حاجة موجودة عندنا في المجتمع متفشية بصفة غريبة وكبيرة برشا، هي الكذب ما قبل الزواج. يميمتي يميمتي ماكينات يبدأوا قاعدين في القاوي، طفل ولا طفل زادة ما تقولش هذا ولا هذا، والكذاب يروح النار. يا ولدي تعرف شنو لين 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 البيبي ولي صرفك كوروندير. أيوة يا ولدي تعرف شنو شنو كذبات بار اكزامبل. اوه ما عندك ما تحكي، تسمع كان بو ماما وقت لي قالت وبابا والدنيا مقلوبة وهكا مرقلين، ويل واحد يبعد على الاخر تشوف الحقيقة المرة. أي تشوف الحقيقة المرة، وطبعا علاش تفشل معنا كثرة الزواج توا تفشل الحكاية ما تتطورش، خاطر كي يسكروا باب على بعضهم وتبان الحقيقة. صحيح. ولا تلحم وقت صف واحد، وفما شكون وفما شكون اللي تتواصل معاه المرض هذا بعد الزواج. أي بعد الزواج يتواصل ويهبل عرفت بالكذب، وعندهم ديما سيمينار بالنسبه اللي يخدموا، عنده سيمينار ولا اجتماع ولا مانيش مروح، ديما في ريونيون. اه ديما في هذيك في ريونيون يوميه كل دقيقه. اما كي يحب يبيت ليله ونهار، اسمع السيمينار ممكن يطول شويه، انا ما فهمتش علاش تكلم بشويه ظهري يكذب. اسمع اسمع دليله تسمع فيها اي دي وسط الاجتماع كان فيك، اسمع دليل باش تطول اخذوا لنا بيوت باش نباتوا باش نباتوا نروح نهار لحد العشيه. اوكي ما تحيرش عليهم ما تطلبنيش خاطر ريونيون للصباح، عايش حبي تو كلمك نروح سالي اسمعني باش يطيح شعرك باش تطلبني. عنده جلسه مع شريكه تعمل كيف فريمون يا ولدي، قال لك شريكه شريكة شريكة من الشركات الكبار. يلا كل واحد وشريكته في العالم. اسمعني بعد العرس شتكثر شركات؟ لا لا مش حكيت شركات، نعرفوا هذيك هذيك قبل العرس تكثر الشركات والتجارب مع شركات، لكن نحكي على العرس احنا وسقف تحت سقف واحد يعيشوا الزوز الكوبل. يبان يبان ما, ما, ما قبل المكياج، فتحت المكياج يبان في بعد كل شيء كل شيء يبان. تبقى الاولى والثانيه والثالثه والرابعه بتاع الفندق تبان بعد. يا ولدي كل شيء يبان وقت اللي تسكر الباب، يعني ساعات الحقيقه هي. بعدك الايامات في الاوتيل لمن استطاع لها سبيلا. ايوا كي يروحوا اخويا يسكروا الباب نهار الاول الثانيه، وكما ياكل تجي من دار امه ولا من دار امها، باقي الامور هانيه. الجمعه الثانيه وهذاك العرعور خويا، الجمعه الثانيه العرعور الجمعة الثانية تسمع في العياط شبيناتنا يا بنت شبيناتنا يا دي نورمال تحب انش تبرق في وين هاي خرج يجي 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 لا لا ولا لا ولا لا ارجع ارجع ما يسالش اسمعني تنزك الدرجة الدرجة تيش بداخل كذي خلي صوفيا خيما خراج لا ماني نفهم في الحكاية ذي، انا عندي خبرة يفهم في كل شيء نبي خبير خبير. خدمت مرة مارس بلاي باك، عملت جلسة صلحية قبل، انا عملت صلح جربت قبلني قاضي 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 شنو قاضي الأسرة ولا ما خفيتي قانونية خاطر ما تعرف اي خلو فهمت ذك علاش توك سوفي بلا حكي عندكم كذب في باريس كما يحكي عليه في تونس سيدي كذبنا مثخم مش هكاك كمان لا اون فيت ما يكذبوش يقولوا الحقيقة هما يقلقوا من بعضهم جو سوي دو تولو ولا بعدين تطلع هي من مارسيليا فار اكزامبل كان كذب ينجي باريس انجا وانجا انجا وانجا ولا قداش كنت بوري يا جماعه باريس في بالك كيف ليه جينا في الصيف يقول لك اش شو شو يا باريس ولا مش باريس هذوك العرب نتاعك في جماعه باريس العرب يسكنوا في باريس ولا جيونا في الصيف يكسرونا روسنا ما بالطبع لا ترى حبيبي ما بالطبع لا جيونا بالكراهه بكم كوا شنو هذيك رهبت وكذا وشو كيف شريتها وكذا وانا عندي شركه في باريس اه وي يا بيوز في الاغونديسمون الثاني نسكن هنا. اسمع باش نحكي لكم على واحد ما يكذبش حتى تعرف، فهم واحد نعرفه بالحق من نابل هذايا كان يخدم جزار في نابل ومن بعد خذا المانيا باش يخدم في المانيا. جزار في نابل صوفي صوفي كي تقول جزار كان يخدم في البارفان معناها يخرج من فما محلاه جزار 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 قداش تحسوا بارفان والدنيا هانيه وزوجي بالفرنسي شنو بلونجيري بلونجيري كويس هذاك شفت مخيبك يقولها راجل اه عندي صاحبي زازار تحس فما واحد تذبح عرفت زازار اي تو هو زازار في نابل وفي فرنسا شويه في نابل اخذ المانيا مش يخدم في المانيا بعد بعامين عرضني في الشارع قلت له مين كسافا اش تخدم غادي طلع اش قال لي في دي جي نتاع شركه بي ام فوالا هذوما هما نحكي عليهم قبيلي مال الزازر في شركه بي ام اكثر سي سا فوالا الابخوف معناتها الحكايه اللي قلتها قبيله معناتها يبدا زازار في تونس غادي في دي جي المنصوص العالم المنصوص العالم طلعت المانيا في حاجه قصه معناها بيد من تونس كي من هكا يخدم زازار دار بي ام واقف على زازار جاي من تونس تقام جماعه في قدام يفهم في كل شيء في الكبده تي على خاطر شوف راهو جزار في فرنسا مش كما جزار في تونس، جزار في فرنسا عنده شركه
يجي يكون بي دي جي نتاع جزاره ولا ما جزره مثلا، فهمت؟ عنده اعوان وعنده لي زاجون نتاعو كذا، يخدم بالفيسبوك باش فيسبوك كذا. والله من الحاجات السايره، من الحاجات السايره. مش مكستم مش معايا مره عم تقدر تخيل والمره يخرج صدقني. دخلنا الزازار باش ناخذوا على السوسيس، هو تلموز زازار نظيف وما تلقى حتى شيء، لا الحم معلق لا شيء، والراجل لابس فيستا بيضه هكا تاع ما فيهاش حتى قطره دم. اش قال لي عبد الغاز؟ يا ودي لابوراتوار تعال جاي، ويخرج فيه خمس لابوراتوار غلط. وي سوفي كاريكاتور نتاعك. والله بالها بدلكم على الكذب ما قبل العرس، انا باش نحكي لكم على العرس بيدو. اما مش العرس نتاعنا نحن، نعرف اللي عندنا العرس وقت بين صداق وحنة وطية وسلامية. باش نحكي لكم على بلدان عندها عادة غريبة شوية في العروسات. نبداو بجنوب الهند. كان حاجة مون 18 طون سايب علينا جنوب الهند. طقوس الاحتفال بالعرس ولا عايش كمان احنا اذاعة العائلة دونك نحاولوا من فهمت. لا 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 تعرفني كيفاش نحكي. سوفي سوفي باش تزدى للهند، باش نسافر بيكم للهند. احلى عيشة في الهند. شو هند؟ في قبيلة من قبيلة قداش يوسف ونوار الساعة. انا قالوا لي حكايات على الهند. قداش يوسف وقماش وقداش يتحركوا، حتى اشترى غناية يمسوا روح يطيروا يا نوتا نوتا نوتي دنيا هيد الفال. اوكي اوكي اي تفضل سوفي سايبة ما عادش قص عليها. خليني نحكي لك على قبيلة. تفضل زو سوفي بعيدة القناة نشكرها بحذينة توا. ما تقولت اسمك زوفي؟ زوفي الله علوني. هاي زوفي زوفي لا زوفي. في جنوب الهند قال لك ما العادات نتاعهم، مالي العروسة لازم تسحف على يديها وساقيها باش توصل للراجل. يبدأ يستنى فيها مشي تبدأ بالمسبق تسحف يديها تسحف على يديها وساقيها. لهنا بالعكس جنوب الهند يعني جيبس بتاع الهند. في جيبس بتاع الهند قال لك العروسة ذاك تبدأ تسحف والعروس يولي يوخر بتوالي زي ما يتعزز وهي باقي تسعف مسكينة. يا ولدي والله ايش يخاف تعدي في الجيش معناتها اي جيش بالمسابقة يا تكر وعرس الهند برا. هو يبدأ يستنى فيه وكيتوش شنو يعمل، يحط ساقه على رأسه هذا ما متقوس متاحة. يحط شنو احلى سوفي في العالم توا تعرف. ولا قاعد نتخيل معاك الرجال يا سوفيك سوفي كل برا يرحم والديك برا يرحم. معناتها شنو شنو اللي عندنا من اصول هنديه هوني ايش نجربوها غير ما يشلقوش هو كيف كيف هيدي نجربوها. هاي ازحف هاي شنو هي ان شاء الله ما تكونش اخر حلقه. شنو حط ساقي يا عالم اي ايوه ان شاء الله. شنو قال البلاد الثانيه موجوده هي دوله من احدى الدول الافريقيه. استنى ساعه استنى ماشي كيكه طول كيكه خلنا نقز بيكم خلنا على الزحف ذي اللي عملته لنا الزحف الهلالي. احنا في بالك فما الزحف الهلالي ولا زحف اخر؟ انا في بالك كان جاوا جماعه حقوق المراه غادي نتاع تونس في الهند راهو الدنيا طيروها غادي. لا هم جماعه حقوق المراه بيتهم اهانه المراه ذي اهانه المراه ذي وين حقوق الانسان؟ هو رئيس شو الزحف ذي؟ رئيس جمعيه حقوق المراه غاديك يعمل في الحكايه بيتعرس هكاك معناها ما عنده حد تعليق معناها بالنسبه لهم عاداتهم يعني بيل عاداتهم. انت عاداتك هون تذبح عاصي وما يصحفوا غادي لا عندنا معناها كل بلاد ورطالة اضرب القطوسه باش تخاف العروسه لان زاد فما زاد الرفق بالحيوان ما عادش بلاش نعملوا فيه. ايوه بيه ما عادش تعودها كي يجيك شمس الدين باز يقول له اسحب هلا ما نحكيه بعد الغنايه برا امشي. البلاد الثانيه اللي باش نحكي لكم عليها موجوده في افريقيا في احدى الدول الافريقيه. عندهم قانون ينص لكل اثنين جوز رجال يتقدموا لطفله باش ياخذوها لازم يتعاركوا عليها ويدخلوا في قتال مميت واللي يربح ياخذها. هذه هي قال لك يضربوا عليها بالبونيه نسمع بها اللي ريتها بالرسمي. راهو مجلس النواب الشعب راهو فيه كان 60 ولا 70 في موروثنا الشعبي موجوده الحكايه هذه. اي حسره في بالك وقت القبيله والقبائل وكذا والبدو بيان سور زوز يتعاركوا على المراه. اي زوج تعاركوا على وحده على وحده المراه. اي وحده مش قلت انا المراه معناتها ولا مش غنيت بين الوديان تحكي عليها الحكايه ذي في بالي بين الوديان دمي قطر اسماعيل الحطاب حاجه هكذا هلي نعيش اي وفي مش مختص هادي في الزحف الشعب حاجه فيها دم نفسها. وفي الهند الصينية قالك ما يسميه المرأة كاملة الزواج إلا ما تجيب على الأقل 10 أولاد. ننصح ماي ما تزيد تجيب زوز أخرين باش تهز اللقب بالمرة. 10 أولاد 10 علاش 10 بالضبط علاش مش 11؟ اختاروا 10 عملوا قانون جديد عملوا ميزاجور القانون كيوس 11 تولي الفيفا تابعة الحكاية تولي ولا كيب كورة تولي مشاكل كبيرة ما خاطر 10 والكوتش بهم يولي 10 راس الحربة
وفما 10 اصحاب الرسول. 10 عندنا برشا، اي عندنا برشا معني العشرة. اي البلاد الاخرى اللي باش نحكي لكم عليها موجوده في جنوب المحيط الهادي. انت نهار اليوم على الجنوب. جنوب الجنوب ليه تحكي عليك جنوب المحيط الهادي؟ انا ما في باليش محيطك انت. هات بازي هاك عندك محيط كامل مكتوب اسمك باسمك. فما بلاد في جنوب المحيط الهادي تقول اللي كيزوز يحبوا بعضهم ويحبوا عرسوا يمشوا العمده نتاع القريه. شنو يعمل لهم العمده؟ يشد لهم ريوسهم ويلصقهم في بعضهم وهكا اليوم عارفين العادات. فجعتني خير مش انا جنوب المحيط الهادي في عمد زاده والله فجأة. اي العمده يشد زوز ريوس ويلصقهم في بعضهم كيك اليوم عارسين لكن بنزيق لا شيء يضربهم في بعض برا عرستو. هيا مبروك يا لحمك يا البيجي انت حك باش تحكي عليه والحكاية طلع عروسيت في بلدان اخرى في المحيط الهادي الحكاية على عثمان عندك يا هدى شنرما لا خليني برسمك في ذيك خلينا في الوطية والسلامية خلينا في الزحف خوي خلينا في الهند انا عنو زحف عند مروان بوميزة اعطينا زحفك معناتها حبيت نحكي اليوم شوية على بتارات في تونس بتارات في تونس الاستعجالي اللي فيه الطبة تلقاهم راقدين خرب شوية الميكرو هلا عملت نهارين غياب نسيت ميكرو لا بالرسم النبي لا لا ماخذ خاطر على السبيطار اللي شفته في نهارين في المستشفيات بالرسمي شيء دوخ قد ما نحكي لك شيء دوخ بنظافه استعجالي يا ودي كان جات في نظافه مش مشكله استعجالي اسمه ولا جسمه لعب الطبه فيه راقدين استاجيرات اكثر من المرضى ايوه والشيء الغريب اللي عمري ما شفته وقعدت بالحق مستغرب مريض كي يبدا في حاله استعجاليه يخرجوه من بيت الانعاش يعطيه القريبة متاعه باش يهزوا للسكانير ويهزوا للإرام ويهزوا ويحوس بيه في السبيطار قلت حوس بحاجة عادية معناها بالرسمي حاجات غير عادية هذه تشريك المواطن يعني تخرجوا عنده جهاز التنفس وعنده جهاز المراقبة على القلب وسيرون في ديه معناها أقل فوت هكا ولا هكا تنجم تأثر عليه يعطيه المواطن عادي بسيط تسمع سيد سعيد العايد تسمع معناها وزير صحة ونقولوا لا قاعد يصير في السبيطارات والغريب نبيل ماهوش في مستشفى جهوي في مستشفى جامعي بيسالوا لي استقطب قريب 5 6 7 كبير المستشفى هذي مو معروف في سوسه دونك مستشفى جامعي هاي. وفيه الوضعيه هكا ناس على بقيه المستشفيات في البلاد التونسيه كيفاش وضعهم هما اللي كان تنزل وزير الصحه ديريكت يجاوبك هو هادي برشا العايد هادي برشا ويلقاها ديريكت يقول لك بعد الاحداث الاخيره هما ديما بعد الاحداث الاخيره تصير اي حاجه في تونس ديما وحلوه في الاحداث الاخيره بعد الاحداث الاخيره كما تعرف سي موميزة يعني الطاقم الطبي وشبه الطبي معناه يعلم بيك الربي ما فيها بيس مواطن يعني احنا وخيين اون فانت كونت يهز ويرجع مع الطاقم الطبي مش عيب والبيبان مسكر معناها على الغذاء خايفين من الرهاب خايفين من الرهاب فما شكون بالرسمي نبيل حاله تعكرت قدامي خاطر الباب مسكر ما باش يحلوا له دونك شيء مؤسف شيء مؤسف ولا حكيت انت على سيد العايدي مبنجينو تلقاه الحاج لا قاعد برشا في بلاصه فيها بنج تخلي بيت عمليات قاعد عمليه استنشاق قعدت فيه الحكايه راجعين بعد شويه مع الكاراكوز زابينج مع بن عمر اند بن عمر في كاريكاتير هنا راجعين